السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وكتمتعوا صحة جيدة. ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي ديليشيس كيتشن، المطبخ اللذيذ. اليوم جيتكم بوصفة سهلة جدا، جبن منزلي بجوج ديال المكونات. هتقدروا تحضروه، خليكم معايا مع المكونات وطريقة التحضير. هنايا البنات غادي ناخذوا واحد الكسرونه وغادي نوضعوا فيها حليب كامل الدسم. عندنا هنايا اطرو ديال الحليب كامل الدسم ولا الحليب ديال العبار اللي بغيتوا. غادي نوضعوا في كسرونه على نار هادئه حتى كيغلى عندنا الحليب. صافي هنايا البنات كما كتشوفوا ان فوا كيغلى عندنا الحليب، غادي نزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال الملحه ونحركوا الخليط، وغادي نضيفوا عليه. ومن بعد غادي نضيفوا اطرو ديال اللبن. بغيتوا تستعملوا اللبن ديال الكرتون ولا اللبن ديال العبار، يعني اللي بغيتوا نتوما. وكنخليوه كيرتاح واحد تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى كيتفرز عندنا هذا الخليط هذا. صافي البنات هنا شوفوا عين فوا كيرتاح، كيبدا يطلع لينا واحد كيتفرق، كيمشي الجبن بوحدو وكيبقى هذاك الماء باين من الفوق. هنا غادي ناخذ واحد الشبكه وغادي نوضع عليها زيف يكون مثقب ويكون نقي. بغيتو ديروا زيف حياتي، المهم تكون زيف نقي. غادي ناخذ الخليط ونوضعه مباشره فوق هذاك لا سيرفييت كما كتشوفوا معايا. صافي اون فوا كنكمل البنات غادي نجمع هذاك الزيف كما كتشوفوا معايا. طريقه جد سهله، وغادي يوجد معكم دغيا هذا الجبن هذا الا جربتوه. وغادي نستقطر هذا الجبن هذا من هذاك الماء كما كتشوفوا، كنضغط عليه بيدي وكيهبط هذاك الماء من التحت. صافي من بعد البنات ما كيستقطر لينا الجبن من هذاك الماء، غادي نوضعه في واحد الشبيكه اللي كتكون بحال هكذا متقبه. غادي نوضع هذاك الجبن ديالي في الوسط ونضغط عليه بالملعقه باش يتشكل لينا الشكل ديال الشبيكه. صافي من بعد ما كنكمل البنات غادي نوضع له واحد المغرف ديال هذاك الماء اللي كيبقى لينا من الجبن، ونضغط عليه غير باش يتشكل لنا الشكل ديالو جيدا. ومن بعد غادي نوضعه في الثلاجه، نغلفه بالسلوفان ونوضعه في الثلاجه، يعني حتى كنبغيو نقدموه بطبيعه الحال. ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. صافي البنات هنا من بعد ما ارتاح الجبن ديالنا في الثلاجه، دابا غادي نجيبو واحد الطبق اللي غادي نقدمو فيه هذا الجبن هذا كما كتشوفوا معايا. غادي نوضعو في طبق التقديم، كيجينا على هذا الشكل هذا. ما نقولكمش هذا الجبن هذا يعني رائع كما كتشوفوا معايا، شكلا ومذاقا راه لذيذ بزاف. سريع التحضير وبجوج ديال المكونات فقط تحضري جبن منزلي رائع جدا. ننصحكم انكم تجربوه لكم ولوليداتكم حتى للضياف ديالكم علاش لا. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديالي اللي حضرت معكم اليوم. مالي نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع ديليشيس كيتشن المطبخ اللذيذ. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعليق ديالكم، بارطاجي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. مالي نقول لكم في امان الله والى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.